أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وليحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وليعطه حفظهما قال لي العظيم لا كراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يغفر بالطاغوته ويوم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجوهم من الظلمات الى النور والذين كفروا عليهم غطاءً يخرجونهم من الظلمات من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله جزاك الله.